التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وتحية متجددة بحضراتكم من جديد. يسير شوطنا السادس عشر الخاص بالجعدان، اللقاية المهجنات الأسائل إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى البداية الأولى. وهنا على المقدمة شاهين لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة على مقدمة الشوط، وعلى المركز الأول يأتي بينما النقلة إلى المركز الثاني. هذا مليار حمود بن هدوب بن سعيد العمري يتقدم مع المركز الثاني، بينما نتابع اللي على المركز الثالث. المركز الثالث الذيب لمحمد بن سعيد بن مصلح الأحبابي، يقدم الذيب أو راشد بن سعيد بن مصلح الأحبابي مع المركز الثالث، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع. المركز الرابع وتابع هنا مليح لراشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي مع المركز الرابع وخامس المراكز. هذا ملازم لمحمد بن راشد بن قحيد المهيري مع المركز الخامس وسادس المراكز. وتابع هنا اللي هو متعب سعيد بن هلال بن سامين الفيلي مع المركز السادس وسابع المراكز، اللي هو منذر حميد بن راشد بن الاصلي الشامسي. والمركز الثامن ياتي مياس لعبد الله بن سيف بن مصبح المسافري مع المركز الثامن والتاسع التحديات مكلف علي بن راشد بن رويقد الكتبي. اما في المركز العاشر عندنا اللي هو مهيض لعبد الله بن حيد بن ضاحي العليمي. هذه هي النتيجة، أو سلطان بن عبد الله بن قحيط بن ضاحي العميمي الشاب الناشئ المتابع في التنظير والمتابعة مع هذه الانطلاقة. هذه هي مراكزنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة وإلى البداية الأولى. هنا نتابع بالصوت والصورة. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى. وهذه هي أو هذا هو الذيب، الذيب نعم اللي مسيطرا على المقدمة والصدارة. يأتي راشد بن سعيد بن مصلح الأحبابي على الصدارة وعلى المقدمة، بينما في المركز الثاني مليار حمود بن هدوب بن سعيد العمري يتقدم على المركز الثاني، بينما نتابع اللي على المركز الثالث. في المركز الثالث عندنا اللي هو قادم شاهين لأحمد بن سالم بن سعيد بن منان بن منال المتحدي الصغير. المركز الرابع هنا متعب سعيد بن هلال بن سالمين الخيالي، وهنا مهيض سلطان بن عبد الله بن قحيط بن ضاحي العميمي قادمين هالميدان التراث هالسويحان بقوه. الله، كمية هائلة من الأسماء اللي تبحث عن الفوز، ولكن بن مصلح هو الآن اللي مسيطر على المقدمة وعلى الصدارة الأولى في هذه اللحظات في هذه المنافسة. راشد بن سعيد بن مصلح الأحبابي قدم لنا الوسمي في أحد الأشواط الماضية، ليقدم لنا مشاهدين الأعزاء الذيب في ناموس هذا الشوط في المقدمة وفي البداية الأولى، بينما في المركز الثاني مليار حمود بن هدوب بن سعيد العمري. المركز الثالث منذر الحميد بن راشد بن الاصلي الشامسي مع المركز الثالث، ولكن هناك بن قحيد قادم مع مهيض مهيض ومتى بنقول خلاكم مهيض في مكان في الركض ما ترغبون، مركم بسرعته وبريض لو تسوقون النظر ما تلحقونه. الله يا سلطان ركز، سلطان بن عبد الله بن قحيد
بنضاحي العميمي، لكن من السياج الخارجي، من السياج الخارجي. أراقب هناك شعار سعيد من الآل بن سالمين الخيالي، الخيالي، ولكن من مسرح شاعر حواس الستة مسيطر على الصدارة، مسيطر على المركز الأول. الله يديب، الله يديب. راشد بن سعيد من مسرح الحبابي، الحبابي وبن سالمين، وهنا المتدخل بقوة منذر أحمد بن راشد بن الأصلي الشامسي. راح وغير موازين الشوط، غير موازين الشوط. سلام إلى زاخر، سلام إلى العين، إلى العين وإلى منطقة زاخر. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار أحمد بن راشد بن الأصلي الشامسي، ينتزع ناموسي هذا الشوط. بينما في المركز الثاني وصل متعب سعيد بن الهلال بن سالمين الخيالي، المركز الثالث وصل الذيب لراشد بن سعيد بن مصلح الحبابي. هكذا هي النتيجة، ولكن عودة إلى التوقيت الزمني وساعة الوصول إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق، 6 دقائق و5 ثواني. تهانينا والناموس للجميع.